السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قلنا لكم سباق حلقه جديده وحلقه جديده بدون شاهي. اليوم بتكلم عن وش من جديد، حلقه جديده. طبعا بتقولون وش بكم مركز على وش من جديد مؤخرا، لان انا ابي احط سلسله دروس وبعدين انقطع عنها ماشي، فخلوا اتكلم باخبار متقطعه لما انه يصير في وقت ونبدا نرجع من جديد زي السلاسل اللي قبل، سيرفرات خربيط برمجه الى اخره. عموما اول خبر معنا اليوم هو خبر شو اسمه انه لينكس 4.1 الاصدار الجديد راح تكون عباره عن لونج تيرم سبورت، اوكي ال تي اس، بحيث انها تكون مدعومه لسنتين الى ثلاث سنوات. طبعا التالق قد نزلت عند البعض لسه ما زالت عنده، فبه توزيعات تجريبيه وتوزيعات متدحرجه بتحصل نزل عليها شو اسمه الاصدار هذه الجديده من التوزيع. عموما في شيء حاجه اللي هي ال تي اس اي اللينكس، اللي ما يعرف ال تي اس اي، ال تي اس اي عباره عن لونج تيرم سبورت اندستري، اوكي، حقت ال في شركات كبيرة داخلة بموضوعها يعني ويطورون معهم يدفعون إلى آخره، زي LG، سامسونج، توشيبا، أثيروس، في شركات كبيرة داخلة بالموضوع ذا إنه تدعم ال شو اسمه الإصدار ذا. الهدف من الموضوع إنه بس تكون يعني تقدم المطلوب للشركة وبنفس الوقت يكون في عائد جيد على لينكس، إنه في ناس كبيرة قاعدة تدعم هذا الموضوع وأيضا تكون الدعم طويل. هذا الخبر الأول عندنا. الخبر الثاني هو إنه AMD مؤخرا سوت شيء مش ولا بد، طبعا مع سوت مش ولا بد مع ويندوز، اوكي، طبعا من اكبر المسوقين لمايكروسوفت هو AMD، اوكي، شركه AMD لان دائم مع مايكروسوفت. المره هذه تغير الموضوع شوي. في خبر تحت حاط لكم انا، وقاعدين يتكلمون ويقولوا للمستخدمين انتقلوا الى ويندوز 10 ما ادري ايش، بس حاطين كلام كذا تحت انه ترى في حاجه اسمها لينكس. اوكي، الموضوع ما فيه انهم قالوا ترى فيه يعني بدائل ثانيه وتكلموا عن لينكس. طبعا في احد بيجي من هنا يقول جنو لينكس، اوكي، بالاخبار يكتبون لينكس ما يكتبون جنو لينكس، انا عارف ان جنو لينكس هو الصحيح ولكن يكتبون لينكس. على كل حال انه شو اسمه الجماعه هذول تكلموا عن لينكس وقالوا فيه بديل جيد والى اخره، اللي حاب يشوفه يروح يشوف. طيب وش المغزى من الخبر هذا؟ المغزى انه في شركه زي AMD التفتت للموضوع هذا، لانه لينكس مؤخرا خاصه مع فوعه الاندرويد صاروا ينظرون له الشركات كبزنس، اوكي، فيعني هذا شيء زين وراح ينتشر، لكن في الوقت بيكون في تدخل كثير على حريات المستخدمين. طيب في حاجه ثانيه، طالما اتكلم عن مايكروسوفت، مايكروسوفت الحبيبه الريفل الجميله هذه قررت تحط سكيور شيل، تعرفونه SSH. طبعا في حاجه عند مايكروسوفت اسمها الباور شيل، قمه باللقاف وقمه بال، طبعا بعد فتره بيقولون حل اللي طلعنا السكيور شيل لو حقنا ترى يسوونه. عموما لا ما يقدرون. السكيور شيل اساسا معروف اللي هو SSH عباره عن سيرفر يربطك مع جهاز ثاني، فعباره عن سيرفر تنزله عندك او خادم سيرفر او خدمه في سيرفر تنزلها بالكمبيوتر عندك، تسمع لغيرك بالاتصال به عن بعد، والعكس صحيح، ممكن تنزلها على جهاز ثاني تصب عن بعد عن طريق اللي هو سطر اوامر تسوي اللي تبي. الجدير بالذكر انهم طبعا سابقا ما كان في زي ما تقول بيلت ان سبورت اللي يعني تجي كذا مع النظام، لا الحين قبل كان اللي بيستخدم السكيور شيل وممكن يركب برنامج معين زي بوتي، اعتقد اسمه بوتي، زين تركبه وتدخل، لكن الحين بيكون بيلت ان جاي مع نظام. يقولون انه ممكن تستخدمه بتصل على لينكس وتتصل من لينكس على ويندوز، شايف كيف اللفه. عموما كذا ولا كذا بيخدم ناس كثير هو، فاهلا وسهلا. طبعا راح يكون مشروع اوبن سورس كله من الى، ومايكروسوفت راح تنزله عند شو اسمه ذولا عند المطورين حقين السكيور شيل حقين اوبن سورس علشان يعرفون كيف يشغلون يطورونه. طيب خبر ثاني، طبعا احنا سمعنا كثير عن مير، اوكي، ام اي ار اللي هو مدير النوافذ، مدير عرض، شيء علاقه بالعرض حاجه كذا، زين مو مدير نوافذ بس، هو جاي بدل الاكس اورك حاجه كذا. مير عباره عن حاجه نزلت سابقا تطورها كانونيكال واشتغلت عليها ك حاجه جديده للعرض بالكمبيوتر، اوكي، الان متاحه بمجرد انك تضيف مستودع معين على ابونتو، اذا كنت تستخدم ابونتو ممكن تجرب يونيتي 8 وتجرب مع مير مع بعض، اوكي، فاللي حاب يشوف ينزل تحت يشوف. خبر اخير جميل جدا طبعا له علاقه بالاندرويد، زين، هو انه وين راح؟ حلو نشوف تينج، اوكي، دوكيومنتس، طبعا لانه ما عندي انا هنا، بس على كل حال الخبر يقول انه البتاع هذا الحلو نزل على الاندرويد. خليني اعطيك الشاشه هنا، بوب بياخذ شوي عشان يبين. ليبر اوفيس، اوكي، ليبر اوفيس اللي هو برنامج الاوفيس والى اخره نزلوه على الاندرويد، طبعا كنت ابحث عنه تنزلوه اسمه ليبر اوفيس فيور، حطوا معه خصائص اضافيه اللي هي الايديت
والفيو. قبل كان فيه برامج كذا تقولك فيو بس، الحين صار في إيديت فيو، علما بأنه أساسا أوبن أوفيس موجود أصلا من قبل، بس الفانكشنز يعني كأنك على الكمبيوتر فتحت شاشة أكبر شوي. هذا يدل على شيء، ويدل على أنه يبدو أن السوق الجاي راح يلغي ال راح يبدأ شوي شوي يلغي الكمبيوتر. زي ما أنتم شايفين نادر الحين تحصل مستخدم عادي يكون على لابتوب، أغلب المستخدمين العاديين انتقلوا أساسا بالمرة على التابلت، وانترك اللابتوب على الناس اللي عندهم شغل يعني يحتاجون مثلا حل تحليل بيانات، تقديم عروض، مدرسين، مدرسات، الجماعة هذولي. ولكن الناس اللي تحت الطبقة هذه كلها ألغت موضوع اللابتوب وانتقلت على الأندرويد. هذا يعني أنه ممكن يمسح اللابتوب بعد فترة إذا كان فعلا راح تنزل برامج زي مثلا ليبر أوفيس راح يكون متوفر. طبعا ممكن ينزل مع بلاوي ثانية أوكي، إذا وفرت مايكروسوفت برضو البلاتفورم حق كامل على الأندرويد أو على الأبل أو أيا كان أوكي، شوي شوي بتلاحظ الناس بدأت تنبسط العالم نظرا لأن الأجهزة صارت أخف بالناقل وزي كذا. بس بيبقى نقطة معينة بسيطة، الكيبورد مو موجودة، فالكيبورد مهمة. راح يقول القول لحل يعني التكنولوجيا متقدمة، لا حد يقول لي جيب كيبورد بلوتوث حط، لا الموضوع كبير وطويل وشوله، أنا أبي بلوتوث كيبورد بس بطريقة ثانية كذا وأنا أفكر تكتب. وهذا يذكرنا بحاجة مهمة جدا واللي هو الإنترنت أوف ثينجز اللي راح أختم به الحلقة. الإنترنت أوف ثينجز عبارة عن تقنية مو بجديدة، صار له فترة نازلة بالتكنولوجيا والسوق حق الإنترنت. الإنترنت أوف ثينجز أو إنترنت الأشياء عبارة عن فلسفة، مصطلح معين. الفائده منه يقول لك راح نعمل معزومكو سنسورز متحسسات او حساسات في كل شيء موجود بحياتنا بحيث نقدر نجمع منه بيانات ونرفعها على الكلاود، نحلل هذه البيانات وننزلها على المستخدمين يستفيدون منها. فعلى سبيل المثال قد يكون معك سمارت ووتش، هذه سمارت ووتش هذه بيكون فيها مثلا شيء نبض القلب اوكي، بيكون جنبك مثلا جهاز بالبيت اوكي يقول لك انه هذا الجهاز دخلت طلعت اوكي. طبعا هذا يكون موصل بالانترنت، بيكون في ثلاجه مثلا، الثلاجه هذه فيها برضو انترنت، بيكون مثلا فيها حساس برضو ثلاجه يقول لك هالكذا في خيار، في كوسه، في باذنجان، في شاي ما يجي شيء ايس تي زين، يكون في حاجه زي كذا. يكون في المطبخ مثلا الفرن فيه برضو حساس طفيت شغلت، يكون في السيارات، في الترلات، في الطيارات، في كل مكان، بحيث انه هذا المستخدم في المستشفيات المدارس كله 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 في حساسات. المستخدم هذا او الشخص المسكين الموجود في العالم هذا يقولون راح يستفيد من التقنيه هذه. فاذا كان معه ساعه والبيت كله محاط بحساسات ثم جاء من العمل وهو مرتفع ضغطه مثلا تعبان والجو حار ودخل غرفته مثلا بيحصل التكييف مثلا صار ابرد بدون ما انه يسوي شيء، هو التكييف صار بارد، الثلاجه تم بتعطي ايس تي اوكي. اذا كان البيت فاضي في احد ممكن يشغل له موسيقى رايقه مخ اوكي. برضه ممكن يقوم السرير كذا يقول له بالحوضن يا حبيبي، ما حد يدري يعني اوكي. هذه هي التقنيه. مثال ثاني ممكن تكون انت تعبان وحاب تطلع المستشفى اوكي، المستشعر هذا بيقول لك اطلع بسرعه المستشفى اللي معك، شوف ترى في ساعتك مكتوب في مستشفيات معينه، هنا في دكتورين، هنا في ثلاث دكاتره، هنا فاضي، هنا مزحوم، حسب المستشعرات اللي موجوده بكل مكان. برضه لو كنت ماشي بطريق معين قبل ما توصل للنقطه هذيك ممكن بالسياره نفسها يكون في قدامك شاشة تقول لك ترى في طريق مزدحم قدامك وإلى آخره. لكن الموضوع شوي في بدايته، يعني كله عبارة عن أفكار. في ناس بدأت مشاريع زي جوجل، سوت حاجة اسمها بريلو أوكي، مستشعر بسيط يكون بيشتغل على نظام مو بأندرويد، شيء بيست أون لينكس لسه ما حد يدري وشو أوكي، بحيث إنه يشتغل على عتاد بسيط يعني 32 ميجا رام 64 بالكثير حاجة زي هذه. في ناس كثير تخاف موضوع إنتل مثلاً، بس الموضوع لسه مو بوضوحه. طبعا احنا نعرف ابو لحية هذا ريتشارد ستولمان بيكون 100% ضد المشروع هذا. ليش؟ لانه بالحق يقول ضده، لانه هذا المشروع راح فعلا ينتهك خصوصيه كل شخص موجود بالعالم اوكي. اذا كان فعلا بيكون كل شيء خلاص انت عباره عن شخص موجه ومنتهك، فبياخذون من كل معلوماتك. يعني بيعدون كم مره دخلت الحمام، تصدق هذا الشخص دخل الحمام 5 مرات في اليوم، يعني شكله يشرب شاهي كثير، يعني نحط له بالشاهي شوية حاجات تخليه يدخل الحمام 10 مرات، يدخل الحمام 10 مرات نقوم نرفع سعر المناديل بالسوق بحيث انه نرفع سعر الموية بعد سعر الباب. شوي شوي تكتشف انهم سيطروا على كل شيء مجرد فكرة اوكي. فمجرد انهم يعرفون كل شيء عنك هذه بصراحة كارثة، فيها فوائد كثيرة ولكنها كارثة. في الوقت الحالي فعلا في كوارث، يعني حاجة الساعة هذه إذا أنت ما انتبهت استخدام ممكن تروح داهية، معلوماتك كلها راح الجوال نفس القصة. فيعني الناس صارت تستخدم بدون وعي فراح في داهية من الآخر، خاصة الأطفال الصغار والحريم هذول الناس ما يفكرون، يا بصور أبسوي أبارسل وبعدين بكرة يقول لك انفضحنا. طيب نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صح نستقول لكم بالختام يعني ختامها مسك. مع السلامه.